ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض المحاضرة الأسبوع الثامن، المحاضرة الثامنة بتاعتنا. تعالى نفتكر مع بعض ايه اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت. ابتدينا في شابتر 3، وقلنا ان العنوان بتاع الشابتر Sequences Mathematical Induction and Recursion. اتعرفنا على السيكونس، ممكن تكون سمعت عنها قبل كده، بس أخدنا كونسبت أول مرة نشوفه في المرة اللي فاتت اللي هو الماثيماتيكال Induction. يبقى ده اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت. قلنا الماتيماتيكال اندكشن از ميثود اوف بروف، طريقه بثبت بيها بروبرتي معينه للسيكونس. وقلنا ان هو فيه ميزه حلوه قوي، ات از مور باورفل، واسهل من الطرق اللي اخدناها في شابتر 2. ليه؟ طب بس مش بينفع في كل حاجه، بينفع في السيكونس اللي ليه بدايه، عنده ترم بنبتدي بيه. طب ايه ميزه الماتيماتيكال اندكشن؟ ان هو بيفترض ان البروبرتي موجوده. يعني انا في كل طرق شابتر 2 كنت بفترض ان انا لسه هثبت البروبرتي، مش بعتبر انها جيفن. لا، هو بيعتبر ان البروبرتي جيفن، وجيفن ات ا سيرتن اليمنت في السيكونس بتاعي 1 ات 1 كولد كي، وهدفي ان انا اتاكد باي ذا اندكتيف ستيب ان هو ات از ترو، او البروبرتي دي از ترو عند كي بلس 1. دي كانت تاني ستيب، والستيب الاولانيه كنا بنعوض عند اول اليمنت في السيكونس. طيب كده احنا حاولنا نرفرش اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت. طب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنبتدي في another concept اسمه recursion، وهناخد حاجه اسمها solving the recursive formulas by iteration. الiteration دوت it is a method بتساعدني ان انا احول الrecursive formula دي لحاجه انا بعرف اتعامل معاها. ده بيبقى متكون من خطوتين هنشوفهم مع بعض واحده واحده في خلال الليكتشر. تعالى نبدأ مع بعض. أفكرك، إحنا قلنا المرة اللي فاتت السيكونس دي عبارة عن list of numbers that increase according to a certain rule، بيزيدوا بنظام معين. كنت بعرفه بطريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا بحط الأرقام كده ورا بعض، 1 4 9 16، فأنا قدرت أتوقع إن أنا كل مرة بعمل squaring للترم بتاعي، يبقى هنا هيبقى 6 square اللي هو 36. والطريقة التانية اللي عرفناها إن أنا بدل ما هكتب السيكونس عبارة عن terms كده expanded ورا بعض، بجيب حاجة اسمها explicit formula. يعني بعرف function، والfunction دي بتعتمد على الindex أو الorder بتاع الترم بتاع السيكونس بتاعتي. الindex دي ببقى محدد هتبتدي منين، يعني ممكن تكون greater than or equal 1، ممكن تبقى greater than or equal negative 10، تبقى greater than or equal 0، على حسب الdefinition اللي هو هيقولهولي في السيكونس بتاعي. اوكي، طيب من ضمن الامثله اللي قلناها المره اللي فاتت السيكونس ده اللي هو 1 1 2 3، وقلنا ان دي سبيشال كايند اوف سيكونس اسمها فيبوناتشي نمبرز. ودي عباره عن ايه؟ دي ان انا باخد كل ترم من دول، وبيبقى عباره عن المجموع بتاع التو ترمز اللي قبليه. يبقى الاثنين جت منين؟ ان انا جمعت الواحد زائد الواحد. الثلاثه دي جت منين؟ ان انا جمعت 2 زائد 1 اللي هما دول، وهكذا. الخمسة جت منين؟ جمعت الثلاثة زائد اتنين، وهكذا. فأقدر أجيب اللي هنا ده، إن أنا أجمع الاتنين دول على بعض بثيرتي فور. أوكي، طيب السيكونس اللي احنا عرفناه النهاردة ده، أو اللي احنا بنقوله الفيبوناتشي ده، ده أنا جبت كل ترم in terms of الترمز اللي قبله. فده تالت طريقة أقدر أعرف بيها السيكونس، بعرفه عن طريق حاجة اسمها recurrence relation. يعني إيه recurrence relation؟ يعني علاقة بتربط الترم بالترمات اللي قبليه. ففي حالة الفيبوناتشي numbers عندي ال AK equal to AK minus 2 plus AK minus 1، مجموع الاتنين اللي جم قبليه. طب علشان أعرف أعوض وأجيب السيكونس، أنا محتاج ال initial terms. طب هحتاج كام initial term هنا؟ أحتاج اتنين، لأن أنا دايماً بجمع الاتنين اللي قبله. طب فلازم هيديني two initial terms اللي هما A node و A one. هنا اداهمني بواحد، فطلعت الفيبوناتشي numbers. عوض 1 plus 1 equal to ال A four، هيجي A four هيبقى عبارة عن A three اللي هو بتلاتة، plus قصدي A four هيبقى عبارة عن A three اللي هو باتنين، زائد A two اللي هو ب1، وهكذا. طيب
دي تالت طريقة نقدر نعرف بيها السيكونس اللي هي ريكيرجن. احنا كده عرفنا تلات طرق: expanded terms, explicit formula, وتالت طريقة اللي هي ريكيرجن. طب تعالى نعرف الريكورنس او الريكيرجن بديفينيشن كده بالانجلش نقراه مع بعض. A recurrence relation for a sequence in node A1, A2 is a formula that relates each term AK to certain of its predecessors. يعني ايه predecessors؟ اللي هما بيجوا قبليه. وحطها لك هنا صورة العروسة المشهورة دي اللي كل ما تفتحها تلاقي عروسة تانية جواها، كل ما تفتحها تلاقي عروسة لغاية ما توصل لأصغر واحدة خالص، اللي هي كانت عندنا هنا الـ A node. أوكي؟ طيب إيه الفرق ما بين ده وما بين الـ explicit formula؟ الـ explicit formula كنت كل ترم من دول بعوض جوه function في الـ index، لكن أنا هنا عشان أجيب ترم محتاج اللي قبله. طب تعالى نبص على مثال: for all integers k greater than 2 مديني حاجتين بنعرف بيهم السيكونس. اتفقنا انا بحتاج recurrence relation وكمان initial values. طلب مني C2 C3 and C4. تعالى نبتدي واحده واحده عشان اجيب C2 انا هعوض في recurrence relation اللي هي دي اللي هي هعلم عليها دلوقتي بالاخضر. دي الريكورنس ريليشن. بتقولي ايه الريكورنس ريليشن؟ CK equal to CK minus 1، استأذنك تعمل ميوت علشان الايكو، plus K CK minus 2 plus 1. This is the recurrence relation. هنعوض فيها. C of 2 هيساوي C اللي قبلها بواحد زائد ال K اللي هي باتنين زائد C قبلها باتنين K minus 2 اللي هي C node plus constant اللي اسمه 1. هعوض C1 ب1 والC0 ب1 واجمع واحد، يبقى دول كده 4. طب الC3 هستخدم الريكورنس ريليشن، اقل منها بواحد زائد الكي نفسها اللي هي 3. بص كده، ده هو هو ده، يبقى هنا هحط 3 زائد 3 اللي هنا زائد C1 اقل منها ب2 زائد 1. طب السي 2 اجيبها منين؟ انا اوريدي جبتها، اقدر اعوض بيها 4 زائد 3 1 زائد 1، والسي 1 معايا من الجيفن يبقى ده ب 8. طب السي 4 اقل منها بواحد زائد الكي نفسها يبقى 4، سي 2 لا اقل منها ب 2 يبقى سي 2 زائد 1، السي 3 معايا اللي هي ب 8 زائد 4 سي 2 اللي هي ب 4 زائد 1 يبقى دي كده 16 زائد 9 ب 25. يبقى لو عايز اكتب السيكونس بتاعي ابتدي بقى من الاول 1 اللي هو سي نود، وبعدين 1 اللي هو سي 1، وبعدين 4 8 25 وهكذا. يبقى انا قدرت اجيب السيكونس بتاعي عن طريق الريكورنس ريليشن والانيشال فاليوز. كان ممكن على فكرة في السؤال ده ما يدينيش خالص السي 2، ما يطلبهمش ولا سي 2 ولا سي 3، فكنت هعمل ايه؟ كنت هبتدي اكتب السي 4 في الاول، يعني دي كانت هتبقى البداية بتاعتي. هلاقي ان انا عشان اجيب السي 4 بكام هبقى محتاج ده سي 3 وهبقى محتاج سي 2، فانا لوحدي لازم اجيب السي 3. يعني كأني بعمل حاجة اسمها backward substitution، بعوض من كبير للصغير. طب هقف امتى؟ هقف لما اوصل للستيب اللي فيها الانيشال كونديشنز اللي هي هنا سي 2. يبقى حتى لو ما كانش طلب سي 2 وسي 3 I must get them to get سي 4. يبقى في حاجة مهمة قوي في الريكيرجن او في الريكورنس ريليشن بتختلف فيها عن الاكسبليسيت فورمولا. مثال: لو انا هنا عايز اجيب سي 27، عشان اجيب سي 27 كنت هعوض في الريكورنس ريليشن، بس هحتاج مين؟ هحتاج سي 26 وسي 25 لازم اكون جايبهم. طب يبقى لازم ارجع اجيب 26 و25، وكل واحد من دول هبقى محتاج الاثنين اللي قبليه. هفضل امشي كده اعوض 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 عشان اعرف اجيب ده بس، لغايه اما اوصل لغايه مين؟ لغايه سي 2. لازم اوصل لغايه الخطوه دي اللي هي بعرف اجيبها من سي 1 وسي نود.
يبقى الحقيقة أنا محتاج كم خطوة؟ احسب كده عدد الخطوات، أدي 27 أدي خطوة، لو كل واحدة من دول بنحسبها في خطوة يبقى 27 number of operations. هنعتبر إن كل حسبة من دول كأنها operation. A number of calculations هو 27. أنا هقف عند C 2، يبقى هطرح منها 2 وزود 1، ده العدد التوتال بتاعه، يعني 26 operations. طب ارجع كده بص، لو كان انت عندك الاكسبليسيت فورمولا، بص الاكسبليسيت فورمولا اهي، وعايز تجيب هنا A of 27 كنت هتعمل ايه؟ ببساطة هتقول من الاكسبليسيت فورمولا على طول اقدر اعوض ب 27 سكوير. اجبت A of 27 in one operation او in one step، يبقى الفانكشن او السيكونس بتاعنا لما بيبقى متعرف بالاكسبليسيت فورمولا، this is a very good definition، يعني التعريف بالاكسبليسيت فورمولا بيسهل عليا ان انا اقدر اجيب اي ترم في السيكونس بخطوه واحده. لكن لما بجيب لكن لو السيكونس بتاعي متعرف عن طريق الريكورنس او عن طريق الريكيرجن، بحتاج خطوات كتير عشان اعرف احسب اي ترم في السيكونس بتاعي. عشان اعرف احسب ترم جوه السيكونس بتاعي بحتاج عدد خطوات كبير. يبقى دي معلومه لازم تبقى عارفها. طيب معايا يا شباب الصوت واضح والصوره واضحه؟ تمام يا دكتور. طيب نعمل ميوت بقى عشان ندخل في المثال الجديد ده، عشان المثال ده يهمني قوي. المثال ده بعنوان تاورز اوف هانوي. هانوي دي بلد صغيره قوي، قريه فيليج في بلد اسمها فيتنام. هناك في مجموعه من النساك، كلمه ناسك او متعبد، واحد بيصلي ما نعرفش بيصلي لمين، المهم ان هو عندهم معبد هناك بيصلوا فيه. والناس اللي هناك دول قدام المعبد بتاعهم في ثلاث عمدان معمولين من الدايموند رفيعين قوي، وفي اول عمود فيهم في ديسك قرص كده، اقراص فوق بعض رفيعه قوي معموله من الذهب، 64 ديسك. تعالى كده نتخيل الشكل اهو، ادي الشكل اللي قدامنا كان ده موجود قدام المعبد. ثلاث عمدان زي العمدان الزرق دي معمولين من الدايموند، واول عمود فيهم موجود فيه 64 جولدن ديسك، 64 ديسك معمول من الذهب. الناس اللي هناك دول مقتنعين ب they claim، بيفترضوا او يعني هما بيقولوا حاجه معينه، بيقولوا انه العالم هينتهي لما هما ينقلوا الديسكس دول للعمود الاخراني. They said so. طيب هل موضوع نقل الديسكات ده او الديسكس دول هياخد وقت للدرجات دي؟ يعني الحقيقه ان الموضوع مش سهل. ليه؟ لان الدايموندز دول العمدان الدايموندز دول are very fragile. fragile يعني يعني ممكن يكسروا بسهوله. هما والديسكس دول، الديسك ده very thin وكبير، ف الحقيقه في شرط هما جايين ينقلوا الديسك، لازم بينقلوا one at a time، يعني كل مره ما يقدرش يشيل اكتر من واحد. عشان ينقلوا للراد الاخراني لازم هيشيل واحد في المره، وما ينفعش يحط واحد كبير فوق واحد صغير، لان زي ما اتفقنا they are very fragile، فلو حطينا الكبير فوق الصغير ممكن يكسره، يكسر اللي تحت. فهم ابتدوا العمليه بتاعتهم، هم مقتنعين ان القيامه هتقوم لما ينقلوا كل الديسكس دي للرود الاخراني او العالم هينتهي. فكان في واحد سمع بالليجند دي اسمه ادوارد لوكاس في 1883، قلق جدا من موضوع ان العالم هينتهي ده، وقال طيب انا محتاج اعرف الكلام ده اللي هما شغالين فيه هيخلص امتى. فراح نزل بازل في السوق، عمل نفس الشكل اللي قدامنا ده بس بالخشب، ثلاث عمدان خشب، وحط 64 قرص في العمود الاولاني، وقال انا عايز حد يحسب لي عدد الخطوات اللي محتاجينها عشان ننقل ال 64 ديسك دول من الرود الاولاني للرود الاخراني. How many moves for the 64 golden disks to be on pole C؟ وايه الشرطين بتوعك؟ One disk at a move و only smaller on top، يعني الصغيرين بس هم اللي من فوق
ما ينفعش تحط واحد صغير وفوقيه واحد كبير، مش هينفع، لازم تدور على طريقة تانية. وحط جايزة مالية في 1883 بما يوازي 34,000 دولار ساعتها، 34,000 دولار أمريكاني. فياريتنا كنا موجودين في الوقت ده وكنا بناخد المحاضرة، كان زماننا أخذنا الجايزة. طيب تعالوا نشوف مع بعض إزاي ممكن نحسب عدد الخطوات، حتى لو مش هناخد الجايزة نبقى عارفين كلام الناس دول، هل هيخلصوا بكرة والقيامة هتقوم أو العالم هينتهي ولا لأ. تعالوا نشوف أبسط مسألة خالص، إنه العمود الأولاني ده يبقى فيه ديسك واحد بس. فلو فيه ديسك واحد وعايزين ننقله للعمود الثالث، هنمثل الكلام دوت بسيكونس، لأن إحنا كل مرة عدد ديسكس يختلف. فإحنا فلنفرض إن إحنا هنسميهم M. This is the number of moves. والإندكس اللي تحت دي هي number of disks. أوكي؟ فإحنا المسألة بتاعتنا البسيطة دلوقتي the simple case هي مين؟ هي إن أنا هنقل ديسك واحد، يبقى المسألة بتاعتي باسمها M1 أول واحدة. طب عدد الخطوات هنا قد إيه؟ هنقله من A ل C، دي خطوة واحدة، وعدد الخطوات هنا بواحد. طب لو المسألة كبرت شوية بقى فيه 2 ديسكس، ال 2 ديسكس دول عنده عايزين ننقلهم من A ل B، من A ل C، بس نحقق الشرطين اللي قلناهم. إيه الشرطين اللي إحنا قلناهم؟ إنه هتنقل واحد في المرة، ولازم تحط الصغير من فوق، ما ينفعش يبقى فيه كبير فوق صغير. طيب تعالى نفكر عشان نبتدي بالخطوات دي، لو نقلت الأزرق عند السي مش هعرف أحط الأحمر فوقيه، يبقى أنا هنقل الأزرق عند البي وبعدين أنقل الأحمر عند السي وبعدين أرجع أحط الأزرق فوقيه. دي الخطوات بتاعة المسألة، لو هما اتنين بس يبقى M2 هيساوي 3 خطوات. طب لو بقيوا 3، تعال نبص لو بقيوا 3، تفتكروا هننقل الأخضر عند البي ولا السي؟ لو نقلناه عند البي الأزرق هننقله عند السي وهيتبقى لنا الأحمر. لو نقلنا بص كده معايا، لو نقلنا الأخضر عند السي، افرض أنا مش هنقله عند السي، اشمعنى اخترت السي؟ ما أنا كان ممكن أحطه عند البي. ممكن حد يقول لي اشمعنى اخترت الأخضر أحطه عند السي؟ حد عنده فكرة؟ أنا عايزاك تبقى معايا. نحط الأزرق عند البي بعد كده رجع الأخضر على البي وأحط الأي. بالضبط، لو أنا حطيت الأخضر عند البي وحطيت الأزرق عند السي هرجع أحط الأخضر فوقيه، فهيبقى البي هو اللي فاضي، وأنا مش عايز كده، أنا عايز أفضي السي. يبقى ما ينفعش أحط الأخضر عند البي، أو كنت هزود خطوات، كنت هرجع أنقلهم تاني عشان أفضي السي. تمام؟ يبقى the most efficient way إن أنا أودي الأخضر اللي هو أول واحد عند السي. طيب وبعدين هنزل الأزرق عند البي وبعدين أرجع أحط الأخضر فوق الأزرق، أبقى فضيت السي فاضية أهي، أنقل لها الأحمر و فاضل لي إن أنا أنقل الاتنين دول، وبما إني ما أقدرش أشيلهم هما الاتنين مرة واحدة بعملها على كذا خطوة، وديت الأخضر الأول وبعدين نقلت الأزرق فوق الأحمر وبعدين آخر حاجة نقلت الأخضر. طب طبعاً إحنا مش لو جينا حسبنا عدد الخطوات دي هنلاقيهم 7، بس أنا مش معقول هفضل ماشي كده واحدة واحدة من 1 لغاية 64، ده أنا عبال ما أحسب المسألة هتكون العالم انتهى فعلا. طيب أمال هعمل إيه؟ هبتدي أستغل المفهوم اللي إحنا بنتعلمه النهاردة اللي اسمه ريكيرجن. اتفقنا الريكيرجن ده بيعمل إيه؟ بيحول المسألة اللي أنا عايز أحسبها اللي هي عدد الخطوات لعدد N disks بدلالة مسألة أصغر منها، يعني هجيب MN in terms of MN minus 1 أو MN minus 2 أو MN minus حاجة، يعني بجيب المسألة بدلالة smaller problem زي العروسة اللي جواها عروسة أصغر. أوكي؟ طيب أنا عايزاك تبص على نفس الخطوات دي، بس عايزاك تركز على 3 خطوات مهمة هعلم لك عليهم حالا، الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة، الخطوة السابعة. من الأول خالص لغاية الخطوة الثالثة اللي هما الثلاثة دول،
ايه اللي حصل فيهم؟ بص على البداية، البداية ان انا كان عندي مجموعة من الديسك احمر ازرق اخضر. عند الخطوة الثالثة ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا نقلت كل اللي فوق الاحمر عند البي. بقى في مجموعة خطوات لغاية بالخطوة الثالثة عملت بيهم ايه؟ نقلت كل الديسكس اللي كانوا فوق الاي عند رود بي او عند العمود الثاني. طيب قبل ما نكمل عايز اسألك سؤال. نرجع للتو ديسكس دول. التو ديسكس اللي موجودين عند رود اي. عدد الخطوات اللي احنا حسبناها عشان ننقلهم لسي. لو كان نفس السؤال ده اتسأل بس قال لي how many number of moves to move the two disks to rod B بدل rod C، هل عدد الخطوات كان هيختلف؟ هيفضل ثابت. هيفضل ثابت ليه؟ لأن أنا كأني بدلت بس مكانه، فأنا عشان أنقل الأزرق والأحمر الـ B هي بالظبط، كنت هحتاج ثلاث خطوات برضو، بس بدل ما أحط الأزرق عند الـ B هحطه عند الـ C، وبعدين أحط الأحمر عند الـ B، وبعدين أرجع أحط الأزرق فوقه عند البي، فبقى احتاجت ثلاث خطوات. يبقى to move from A to B برضو same number of moves زي to move from A to C. يبقى دي معلومة محتاجين نبقى عارفينها. فبالتالي أنا هنا اللي كنت لسه بقوله، أنا أخدت كل الديسكس اللي قبل الـ A ونقلتهم من الـ A لغاية الـ B، يبقى أنا كأني بعمل مسألة اسمها إيه؟ اسمها M2. يبقى لو جينا بصينا كده على عدد الخطوات التوتل بتاع تلاتة ديسكس، فيهم شوية خطوات لغاية التالتة اللي هما M2، اللي هي كأني عندي مسألة أصغر عبارة عن 2 ديسك بس. طب بعد كده تيجي خطوة أربعة اللي هي إيه؟ اللي هي إن أنا أنقل الديسك الأحمر من رود A لرود C، عملت كده. طب دي احتاجت كام خطوة؟ دي احتاجت خطوة واحدة. وبعدين كل الخطوات اللي جاية لغاية خطوة سبعة هم آخر شوية حصل فيهم ايه دول؟ بص كده على اخر خطوة خالص اللي هي خطوة سبعة، حصل فيهم ان انا بص من اربعة لسبعة حصل ايه؟ كان عندي شوية موجودين في رود بي، وعن طريق من اربعة لسبعة نقلتهم من رود بي لرود سي، يبقى كان عندي شوية ديسكس اقل من عدد الديسكس اللي معايا بواحد، يبقى اللي هي ونقلتهم من one rod to another rod اللي هي M2. يعني عدد الخطوات التوتل هو 2 M2 plus 1، وده اللي احنا بنسميه recurrence او recursive formula. جبت عدد الموس او عدد الخطوات بتاع 3 ديسكس بدلالة عدد الخطوات بتاع 2 ديسكس. فتعالى نعمم الكلام ده، بص كده المرة دي بقى ما عنديش 3 ديسك، ده انا عندي اي عدد، كان عندي K ديسكس، في شوية خطوات في الاول هما ان انا انقل كل اللي فوق البوتم ديسك انقلهم لرود اسمه بي. فالمجموعه الخطوات دي عددهم قد ايه؟ عددهم ام اوف كي ماينس 1. هو كاني عندي مساله اصغر فيها عدد ديسك اقل من التوتال بواحد، لان انا سبت الكبير خالص. طب وتاني خطوه هي ايه؟ تاني خطوه ان انا نقلت الكبير ده لرود سي، يبقى دي خطوه واحده، يبقى دي أول مجموعة خطوات، وآدي تاني مجموعة خطوات، وتالت مجموعة خطوات إن أنا بنقل اللي كانوا عند رود بي للرود التالت اللي هي برضو M of K minus 1. لو جمعنا التلات حاجات دول على بعض يعني جبنا الـ M of K بقى total number of moves هو twice M of K minus 1 plus 1. يبقى احنا في الـ Towers of Hanoi إنه الساك هيحتاجوا كم خطوة؟ M of 64 بكام؟ عايز اعرف العلم هينتهي امتى؟ فده هيساوي 2 M of 63 زائد 1. هل انا كده عرفت عدد الخطوات التوتل؟ لا. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان مشكله الريكيرجن انه بيجيبهولي بدلاله واحده تانية، بس انا في الاخر مش عارف التانية دي، يبقى لازم اجيبها.
2 times m of 62. هفضل أكمل كده لغاية إمتى؟ لغاية ما أجيب m2 in terms of m1 اللي هو أول واحد خالص. طب m1 ده بكام؟ 1 لأن إحنا حسبناه في الأول خالص. أبسط مسألة إن يبقى عندي ديسك واحد هنقله من هنا لهنا هحتاج خطوة واحدة. يبقى أنا هحتاج هنا كام operation؟ هحتاج من 64 لغاية 2 number of steps 64 minus 2 plus 1 اللي هو 63 calculations. ده كل سطر من دول هحسب. طيب لا احنا مش هنحسبه بقى بالطريقة دي، هنتعلم ازاي نحسبه بطريقة اسهل. فهنأجل عدد الخطوات. احنا عرفنا recursive formula ده بالنسبة لنا اهم حاجة دلوقتي، تعال نعلم عليها عشان هنحتاجها بعد كده، وهنكمل حديثنا عن التاورز اوف هانوي كمان شوية عشان نعرف عدد الخطوات التوتل بتاع نقل 64 ديسك قد ايه. تعال نشوف مثال كمان بألف عشان نفهم بيه الريكيرجن. احنا عايزين دلوقتي نبقى فاهمين يعني ايه ريكيرجن. بألف 1202 فيبوناتشي ده طلع راجل اصلا، يعني راجل اسمه فيبوناتشي كان عنده مشكلة معينة بيدرسها. كان عنده single pair of rabbits جوز ميل وفيميل، جوز أرانب اتولدوا في بداية الشهر الأولاني وكان بيفترض حاجة، يعني المسألة دي كانت شغلية إنه rabbits are not fertile during their first month. كان عنده معلومة كده إنه الأرانب ما بتتكسرش في أول شهر. And they give birth to a new male female at the end of every month، في نهاية الشهر اللي بعد، يعني بيقعدوا أول شهرين مش بيخلفوا، بعدين يجوا في الشهر الثالث بتبقى حامل فتخلف في الشهر الثالث. دي معلومة عن كل الرابتس اللي عنده. وإيه المعلومة التانية أو الفرد التاني؟ إن مفيش ولا أرنب بيموت. فطبعا دي كده بروبلم شوية مهمية، أو ممكن يكون هيدرسها لوقت معين متأكد فيه إن الأرانب دي مش بتموت، بيديها فيتامينات معينة. فكان نفسه بقى يعرف عدد الأرانب في الشهر السادس بكام. ف how many rabbits؟ يبقى ده هو الترم بتاعنا اللي احنا عايزين نحسبه، يبقى ده نمبر ممكن نسميه ايه. بما انه بيتغير كل شهر يبقى الاندكس بتاعتنا هي المانث، والترم بتاعنا ده هو النمبر اوف رابتس. تعالى نبتدي نتخيل الكيس اللي قدامنا. في اول شهر جاب الارانب، this is month one، واتفقنا ان هما بيقعدوا شهر كامل بعدها مش بيبقوا فرتايل مش بيخلفوا. طب بعد الشهر ده بيبتدي يجيبوا another pair، يعني بيجيبوا جزء ارانب تانيين ميل وفيميل. يبقى انا عارف ان في الشهر الثالث في pair هيزيد معايا ان هما خلفوا، يبقى ده كده الشهر الثالث. طب في الشهر الرابع البير اللي بقى فرتايل خلاص اللي هو الاسود ده خلاص عنده قدرة على التكاثر فبيتكاثر بقى كل شهر، يبقى هيجي في الشهر الرابع هيجيب another pair. طب هل البير الأحمر ده هيجيب؟ لا احنا اتفقنا انه بيقعد شهرين مش بيخلف، بيبتدي يبقى يخلف في آخر الشهر التاني. طب حد يقدر يقول لنا month number 5 يبقى شكله عامل ازاي؟ الثلاثة الأولانيين دول بما إن هما مش بيموتوا، اتفقنا إنه مش بيموتوا، يبقى أكيد في الشهر الخامس الثلاثة دول موجودين، يبقى الثلاثة دول موجودين معايا. طب إيه اللي هيزيد عليا؟ الأسود ده أوريدي فيرتايل فهيجيب بير تاني، والأحمر بقى فيرتايل يبقى ده هيجيب بير كمان، والأحمر ده بما إنه بقاله شهرين يبقى هيجيب بير، أول بير ليه يخلف، وهكذا بقى. طب إحنا عايزين نجيب A of 6 أو ممكن يقول لي A of 34، مش هتفرق هنجيب أي رقم. طب هنعمل إيه؟ هنجيب زي ما عملنا في التاورز أوف هانوي، هنحاول نجيب recurrence relation بتربط كل شهر بحاجة قبليه. طب علشان أجيب recurrence relation دي بعمل إيه؟ بنقي أي شهر في النص، ولا هو في الأول مش special case، مش special case. فنفرض ان انا اخدت الرابع ده وبص عليه كده فاقول ده الـ AN بتاعي، عدد الارانب اللي في الشهر ده هو ايه؟
بما ان الارانب مش بتموت يبقى اكيد عدد الارانب اللي كان في الشهر اللي قبله موجود معايا، يبقى في جزء من الاي ان هو مين؟ هو اي ان ماينس 1 عشان احقق الشرط الاولاني ان الارانب مش موجود، يعني دول اكيد هينزلوا هنا. طب ايه الشرط الثاني اللي بيقوله لي؟ ان لو في اي بير بقاله شهرين يبقى هو كده عنده قدرة على التكاثر، يبقى يعني في جزء زيادة معايا هنا. الجزء ده عدده قد ايه؟ هو عدد البيرز اللي بقالها شهرين، اللي هو اقدر امثلها ماثيماتيكلي ازاي؟ اللي هو قبل ده، يعني لو ده اي ان وده اي ان ماينس 1، مين العدد اللي فاضل؟ ده اللي هو ده اللي بقاله شهرين، لان نتاكد ما دام بقاله شهرين يبقى اكيد دلوقتي هيجيب بير تاني زيه هيخلف، يبقى اللي هو اي ان ماينس 2. يبقى انا هجمع الاثنين دول على بعض، بتاع الشهر اللي فات وبتاع الشهر اللي قبله، ابقى انا كده جبت عدد الارانب اللي في الشهر ده. والحقيقه السيكونس ده اللي هو بيقول لنا عليه هو ده تعريف الفيبوناتشي نمبرز، واتفقنا ان هي مش موجوده بس في الاكزامبل ده، لا دي موجوده كمان في البيتلز وفي فلاور، يعني الورقات بتاعه الورده بنلاقيهم بيزيدوا عن طريق السيكونس بتاع فيبوناتشي، وموجودين كمان في ابلكيشنز كتير في الكمبيوتر بروجرامينج. ف احنا تعرفنا عليهم النهارده. طيب لو عايزين نجيب ايه 6 نجيبه ازاي؟ عن طريق الريكورنس ريليشن دي. يبقى لو سمينا الريكورنس ريليشن دي اي، هقول له كده from i. خلينا نبدا الاول باي 6. اي 6 هيساوي مجموع الاثنين اللي قبلي، اي 5 زائد اي 4. طب هل الاثنين دول عندي؟ لا، يبقى لازم ارجع اجيبهم. اي 5 هو مجموع اللي قبلي، اي 4 زائد اي 3 وهكذا بقى. طب وايه 3؟ اي 2 زائد اي 1. هقف امتى؟ هقف لغايه اما اوصل للمينيمم بتاعي اللي هو الانيشال بتاعنا، اللي هو لغايه اي 1. واي 2 هو اي 1 بلس اي 0 أو A node. Okay. طب لو عايز أجيب A 6 من هنا، أنا already A 5 بخمسة زي ما باشمهندس قال لنا، طبعا إحنا نقدر نحسبهم بالخطأ، إحنا already جايبينهم أهو، يعني A 1 ب 1 A 2 يعني أو هحط الفاليوز بتاعتهم فوقيهم. A node اللي هو ما فيش ولا ما كانش فيه أصلا، فده بزيرو. ده الـ number of rabbits عند بعد المنث الأولاني، فده أو ده A node دوت يعني في بداية الشهر الأولاني، يعني ما كانش فيه لسه ما خلفوش ولا حاجة، بس أنا معايا مين؟ معايا السنجل بير اللي أنا ابتديت بيه. طب و A1 بعد الشهر الأولاني هو زي ما هو لأنه ما حصلش تكاثر. طيب وإيه 2 مجموعهم باتنين، يبقى إيه 2 باتنين. طب وإيه 3 عبارة عن 2 زائد إيه 1، 2 زائد إيه 1. أجمع بقى كل 2 جايين بعد كده، 2 زائد 1 بتلاتة، 3 زائد 2 إيه 4 مين اللي هو إيه 3 زائد إيه 2، فا A3 زائد A2 اللي هو بخمسة، A3 اللي هو بتلاتة، يبقى A5 بتمانية. على كده أنا في دكتور. أيوه. هو ليه بس الـ A2 بـ2؟ يعني المفروض لو على حسب اللي احنا مسمينهم على جنب دول يبقى المفروض يبقى 2 ب 1. ايوه 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 معلش معلش. بصوا تعالوا كده، لو بنفس الارقام اللي احنا قايلينها اهي، لو احنا هنمشي بنفس الاسامبشن اللي احنا قسمناه هنا، معلش ايه نود ده سوري هنحسبه نبتدي من اول A1. يعني احنا السيكونس بتاعنا ابتديناه من اول A1 بنفس الديفينيشن اللي احنا قلناه عشان بس ما نتلخبطش. و بس هزود هنا A4 عشان ما كتبتهوش، هكتبه لكم تاني كده بالترتيب، امسح كل ده
تعال نعملها تاني اهي بنفس السيكونس اللي احنا كاتبينه. انا عندي هنا A6 عايز اجيب A5، هو مين؟ هو A4 plus A3. طب و A4؟ A3 plus A2. طب و A3؟ هو A2 plus A1. وقفت هنا ليه؟ لان البداية بتاعتي هي A1. اوكي؟ مفيش A نود، انا ابتديت من عند A1 اللي هو نهاية الشهر الاولاني. تمام؟ طيب تعالى بقى نحسب الكلام ده. هحط لك الفاليو بتاع كل واحد، هاته من الرسم. A1 ب1، A2 ب1، يبقى A3 ب2 مجموعهم. A4 A3 زائد A2 اللي هو ب3 زي ما جبناه من الرسم، يعني بالرسمة أو بالريكورنس ريليشن. A4 زائد A3 أدي A4 ب3 و A3 ب2 يبقى A5 ب5 وهكذا بقى. عايزين نجيب A6، 5 زائد 3 اللي هو ب8. يبقى أنا من الريكورنس ريليشن جبت اجيب A6 بكام؟ طب لو عايز اجيب A34 مش هقعد اعوض، لان زي ما اتفقنا عيب الريكورنس ريليشن ان انا هقعد ارجع باكورد من 34 لغايه اما اوصل لل A1، فده this is inefficient. فانا محتاج اعمل حاجه بقى. ايه اللي محتاج اعمله؟ محتاجين نتعلم مع بعض حاجه اسمها solving recursive formulas by iteration. يعني ايه المقصود بالجمله دي؟ ان انا هستخدم طريقة اسمها الإيتريشن ميثود عشان أعرف أوصل للإكسبليسيت فورمولا of the sequence. تاني، أنا دلوقتي عندي الريكورسيف فورمولا أو عندي الريكورنس ريليشن اللي بتعرف لي السيكونس. هدفي دلوقتي إن أنا عن طريق الطريقة اللي إحنا هنتعلمها دلوقتي اللي هي اسمها ميثود of iteration أوصل للإكسبليسيت فورمولا. ليه؟ يعني احنا اتفقنا ان في ميزه معينه في الاكسبليسيت فورمولا. ايه هي؟ ان انا مش هحتاج عدد خطوات كبير جدا عشان اجيب اي ترم في السيكونس، ده انا هحتاج خطوه واحده بس. طيب تعالى نشوف الطريقه دي بتقول لنا ايه. ميثود اوف اتريشن بتقول لك لو انت عندك سيكونس والسيكونس ده ديفايند باي ا ريكورنس ريليشن اند انيشال كونديشنز، يعني الاي كي بتاعتنا هي ان ترمز اوف اي ترم قبليها، زي مثلا في بوناتشي كان AK-1 plus AK-2 وعندك initial conditions زي ما احنا في المثال اللي فات ده على طول A1 ب1 و A2 ب2 ب1 برضو لو هنمشي على نفس المثال. ايه بقى اللي احنا هنعمله؟ قالك الميثود اوف iteration بتقول لك step number 1 calculate the successive terms of the sequence until you see a pattern developing. يبقى انا ببساطة هبتدي اعوض جوه الريكورنس ريليشن، اجيب ال A1 واجيب ال A2 وال A3 ممكن لغايه اما الاحظ ان في باترن، لغايه اما الاحظ ان الارقام بتزيد بطريقه سيستماتيك. وتاني خطوه ببتدي احط جس للاكسبليسيت فورمولا دي. طيب هل الموضوع سهل كده؟ تعال نشوف. Let the sequence this is an example. قال لي مديني سيكونس والسيكونس ده متعرف defined recursively as follows for all integers k greater than 1. ادي الريكورسيف فورمولا ak equal to ak minus 1 plus 2، ده الريكورنس ريليشن. طيب وايه تاني بيدهوني؟ اتفقنا ان السيكونس بيتعرف بحاجتين، الانيشال كونديشن والريكورنس ريليشن. بما ان الريكورنس ريليشن فانكشن في ترم واحد قديم يبقى انا هحتاج initial condition واحده. طيب بيقول لي use the iteration method to guess an explicit formula. تعالى كده نمشي بالخطوات اللي هو قالها. خطوات بتقول لي ان انا ابتدي احط الترمات بتاعت السيكونس ورا بعض. ادي ال A1 ال A node قصدي. ال A1 هي ايه؟ هي ان انا اعوض في recurrence relation. A node عباره عن AK-1 اللي هي A node plus 2، يعني 1 plus 2. طب الـ A2 هي اللي قبله زائد 2، الريكورنس ريليشن بتقول لي كده، اللي قبله زائد 2 يبقى A1 plus 2. طب مين اللي قبله؟ اللي قبله اللي هو ده، هو 1 plus 2 plus 2. طب اوعى بقى تغلط غلطة هنا. ايه الغلطة اللي انت ممكن تغلطها؟ ان انت تحاول تحول الارقام دي لـ 1 number. Don't simplify by calculator to get a one number.
ليه؟ لان انت عايز تشوف الباترن اللي بتزيد بيه الارقام. فلو انت عندك رقم مجموع على رقم مجموع على رقم ما تحولوش لرقم كبير. امال ازاي نقدر نعمل سمبليفاي للكلام ده؟ اقصى سمبليفيكيشن ممكن تعمله ان انت تحول الجمع ده لضرب. انت جمعته على نفسه ثلاث مرات يبقى كانك بتضربه في نفسه بتضربه في ثلاثه عشان بس تقلل الكتابه. طب لو عندك a times a times a اوعى اوعى تحوله ل 1 closed number، لا انت تقدر تحول ده ل a power 3 وهكذا. يبقى ده اللي انت من حقك تعمله. This is simplification that you can do. يبقى انا عندي هنا 1 و 2 جمعت على نفسها مرتين يبقى اقدر اقول ان ده 2 times 2. تعال نكمل. A3 هو اللي قبله زائد 2. ومين اللي قبله اهو؟ ادي اللي قبله اللي هو ده برضو. جمعنا عليهم 2 يعني ده كان اهو وجمعنا على 2. يعني جمعت 2 على نفسها 3 مرات. جمعت 2 على نفسها 3 مرات. طيب وهكذا الـ A4 هي A3 plus 2 اللي هي اللي فات ده كله plus 2 كمان، يعني جمعت الاتنين على نفسها أربع مرات. ابتديت بقى أقف هنا بقى، عملت أربع ترمات كفاية قوي. ابتدي أبص على الأرقام اللي طلعت قدامي وأعمل علاقة، أدور على علاقة ما بين الرقم اللي طلع بالفكة بتاعته دي والإندكس بتاعت الترم. هلاقي إن أنا هنا لما كانت الإندكس ب1 أنا الاتنين ما ضربتهاش في حاجة أو كأني ضربتها في 1. لما كانت الإندكس ب2 أنا عندي ال1 ده اللي هو الإنود زائد 2 في 2. لما كانت الإندكس ب3 أنا ضربت الاتنين في تلاتة. لما كانت الإندكس في أربعة أنا ضربت الاتنين في أربعة. يبقى لما تبقى الإندكس N أنا أقدر أعمل جس إنه أكيد by the same way هتبقى N times 2. يبقى this is my guess for the explicit formula. طيب ليه بنسميه جس؟ هيا بنسميه جس علشان أنا ما جربتش كل الترمات بتاعت السيكونس وتأكدت إن أقدر أمثلها بالإكسبليسيت فورمولا دي. لأ أنا جربت أربعة في الأول بس وفرضت إن الكلام ده هيمشي زي الأربعة الأولانيين. فـ this is a guess اللي هو طلبه مني هنا. تعال نشوف مثال كمان، هل الكلام ده واضح؟ هنشوف مثال كمان. حد هيسأل سؤال قبل ما ندخل على المثال اللي بعده؟ احنا هنحل مثال على نفس الحاجة. اوكي تعال نكمل. On the 21st birthday كملت 21 سنة، كل سنة وانت طيب. You get a letter informing you that on the day of your birth the rich aunt كان عندك قريبة غنية. ما نعرفش عارفين بقى غنية ازاي، بس المهم ان هي في اليوم اللي انت اتولدت فيه حطت 100,000 دولار في البنك في الحساب باسمك، وهي ما كانتش قايله لك طبعا، بس اول لما كملت 21 سنة عرفت الكلام ده انه كان في فايدة بتنزل لك كل سنة. In a bank account earning 4% interest compounded annually، يعني بتجمعها كل سنة 4% على السنة اللي قبلها. And she now intends to turn the account to you. لما كملت 21 سنة قررت إن هي هتدي لك كل الفلوس اللي في البنك. What is the amount of the account right now؟ طلب مني amount of money. هنعتبر إن ده sequence. ابتدى عند أول سنة وبعدين تاني سنة تالت سنة وهكذا. يبقى لو سميناه إيه؟ وسمينا حاجة اسمها إيه؟ وإن دوت هو السنة. ده مين؟
ده الـ amount of money. بيقول لي إن كل مرة السنة الجديدة بيبقى عندك بتبقى أزيد 4% من الفلوس اللي كانت موجودة في السنة دي. يبقى أنا لو عايز أكتب recurrence relation الـ AN هتساوي إيه؟ هتساوي السنة اللي فاتت مجموع الفلوس اللي موجود في السنة الجديدة هو مجموع الفلوس اللي موجود في السنة اللي فاتت زائد الفايدة زائد 4% من الفلوس بتاعت السنة اللي فاتت. يبقى الكلام ده هيساوي 1.04 AN-1. طيب ده الـ AN، جبت الـ Recurrence Relation. عايز مني أجيب مين؟ عايز مني أجيب حاجة اسمها، يبقى دي كده الـ Recurrence Relation. هو طالب مني، إيه اللي طلبه مني؟ إن أنا أجيب A of 21. لما كملت 21 سنة الفلوس هتبقى بكام؟ فلو قررت أحسبها من الـ Recurrence Relation زي ما اتفقنا هاخد خطوات كتير قوي. أجيب A of 21 in terms of 20، A of 20 in terms of 19 وهكذا. والطريقة دي is not efficient، مش هلحق أجيب الفلوس بكام. أمال ممكن أعمل إيه؟ أبتدي أجيب الـ Explicit Formula عن طريق الـ Method of Iteration. تعالى نبتدي من الأول خالص. الـ A node ده اللي هو أول ما اتولدت، الـ N بزيرو لسه ما فيش ولا سنة كملتها، الـ A زيرو بكام؟ ب100,000. طب الـ A1 من الـ Recurrence Relation هي 1.04 للـ A node. بما إن الـ A node رقم كبير ممكن ما اكتبوش دلوقتي، أعوض بيه في الآخر. إحنا اتفقنا إن أنا عشان أجيب Method of Iteration أهي ببتدي أعوض جوه الـ Recurrence Formula. تعالى نعمل كده، عوضت جبت الـ A1. طب الـ A2 هي 1.04 للـ A1، والـ A1 اللي هي ده، يعني 1.04 مضروبة في الـ A1، فهحط الـ A1 بتساوي كام؟ طيب اتفقنا انه لما يبقى الرقم مضروب في نفسه اقدر احول الكلام ده لباور. طيب بنفس الطريقة A3 هو A2 هو 1.04. هشيل ال 1.04 واحط اللي بيساويه، هشيل قصدي الـ A2 وأحط اللي بيساويه، يبقى عندي 1.04 سكوير A node. نقدر نجمع دول، نجمعهم يعني نجمع الباور، بنضربهم في بعض يعني نجمع الباور، يبقى 1.04 to the power 3 A node. طيب جبت الـ A1 والـ A2 والـ A3، أقدر أستنتج إزاي؟ أقارن الإندكس، أدي الإندكس أهي كانت الـ 1.04 باور 1، لما الإندكس كانت 2 كان الباور سكوير، لما الاندكس كانت 3 كان الباور كيوب. يبقى انا اقدر دلوقتي اتوقع ان لما الاندكس تبقى بان الباور هيبقى 1.04 to the power n a node. طيب من الاكسبليسيت فورمولا او الجاس اللي انا جبته ده اقدر في خطوه واحده اجيب ال A21 بكام؟ يبقى الـ A21 أعوض 1.04 to the power 21 في الـ A node اللي هي ب100,000، وأقدر أجيب الـ total money اللي أنا محتاجها أو اللي أنا هاخدها. وهنيالك بقى الفلوس دي تسيب الكلية وتروح تلف العالم وبلاها مذاكرة بلا إيه بلا بتاع. طيب هل في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى إحنا كده فهمنا إنه الـ method of iteration بتساعدني إن أنا أجيب شكل الترم as a function of n، فبالتالي بعوض فيه وأجيب الترم ده في خطوة واحدة. طيب دكتور، هو أنا مش لما بجيب الإكسبليسيت فورمولا المفروض برضو بكتب معها الرينج ولا مش مهم هنا؟ عايز تكتبه اكتبه، ما الإكسبليسيت فورمولا بتاعتك دي هتبتدي من أول فين؟ من أول n زيرو وأنا طالع. من أول n equals zero. أنت عرفت ال n already، يعني الزيرو اللي انت اخترته في الاول ده
هو ده بناء على المسألة يعني انت اللي بتكرره، فهو ده اللي بتحطه هنا. خلاص تمام. اوكي يعني خلي بالك هنقول الحتة دي قدام. شكرا يا باشمهندس، هنرجع لها تاني. تعال نبص على التاورز اوف هانوي بقى عشان نعرف الناس اللي شغالة دلوقتي دي وعمالة تنقل الديسك هيقفلوا لنا العالم امتى. طيب تعالى نبص على الريكورنس ريليشن اللي كنا كاتبينها من شوية. قلنا ان M of K هي twice M of K minus 1 plus 1، دي الريكورنس ريليشن. وكان عندنا initial condition ان M of 1 equal 1، يبقى ده كان اللي احنا هنبتدي بيه المسألة. هنفترض ان دي مسألة دلوقتي وطالبين فيها نجيب الميثود اوف اتريشن عشان نجيب الاكسبليسيت فورمولا، يبقى باي ميثود اوف اتريشن. هنحط ادي ام 1 1. طب ام 2 نعوض twice ام 1 بلس 1 يبقى 2 تايمز 1 بلس 1. طب ام 3 twice M2 واجي اشيل ال M2 واحطها زي ما هي plus 1، اقدر ادخل الاثنين دي جوه، يبقى ده شكل 2 square plus 2 plus 1. طب ال M4 twice M3 plus 1 وادي ال M3 هرجع احطها هنا واجمع عليها واحد. تعالى نجمع ندخل الاثنين جوه، هتبقى 2 كيوب بلس 2 سكوير بلس 2 بلس 1. لو جيت بصيت على كل ترم من دول هلاقي انه لما كانت الاندكس 1 this is the initial value، لما كانت M2 ابتدينا نعوض في الريكورنس ريليشن. فايه اللي حصل هنا؟ عملت 1 بلس 2 في M3 1 بلس 2 بلس 2 سكوير، فأنا هنا وقفت عند 2 باور 1 أقل من الإندكس بواحد، هنا وقفت عند 2 باور 2 أقل من الإندكس بواحد، هنا وقفت عند 2 باور 3 اللي هي أقل من الإندكس بواحد. يبقى أنا لو عندي ترم اسمه MN، أنا عندي مجموعة من الترمات 1 بلس 2 بلس 2 سكوير، مكمل كده لغاية فين؟ هيقف فين؟ 2 to the power n minus 1 اللي هو أقل من الإندكس اللي معايا 1. طب هل الكلام ده أقدر أبسطه عن كده؟ تعالى نفتكر في منظر شفناه المرة اللي فاتت. قلنا إن المنظر ده نوع معين من السيكونس ليها اسم، حد فاكرها؟ السم سيكونس. جيومتريك سيكونس. الجيومتريك سيكونس دي هي عباره عن ايه؟ جيومتريك سيكونس هي السيكونس اللي كل ترم فيها بيجي عن طريق ان انا بضرب في نفس الكونستنت، بضرب فيه. يبقى كان في حاجه اسمها اريثمتيك وكان في حاجه اسمها جيومتريك. ده سم. ليه سم؟ يعني ده مجموع السيكونس. لو تفتكر هي كانت عامله كده، بس احنا هنا جمعناهم على بعض فبقى في علامة بلس. طب السم ده احنا المرة اللي فاتت اثبتناه ان لو عندي سميش سيجما لار تو ذا باور اي من الاي بزيرو لغاية ان، الكلام ده كان بيساوي حاجة، كان بيساوي ار تو ذا باور اكبر من الباور ده بواحد، بيساوي ار تو ذا باور اكبر من الباور ده بواحد. ارجع لها، ارجع للريليشن هتلاقيها عاملة كده. على طبعا هي ليها اثبات واحنا اثبتناه بالماثيماتيكال اندكشن. فنقدر ابسط الكلام اللي قدامي ده، تعال نبسطه. ادي الام ان اهي اللي هي 2 تو ذا باور اقل منه بواحد، 2 تو ذا باور 3 2 تو ذا باور 2 2 1. كل ده اقدر اقول عن طريق السم بتاع الجيومتريك سيكونس. اقدر اجمع الترمات دي على بعض في كلوزد فورم. هو ايه؟ هو البيز بتاعنا بالباور اكبر من ده بواحد، يعني 2 to the power n، واطرح من الكلام ده بواحد. انا كاني بعوض في الريليشن دي، اخدت الباور ده وجمعت عليه واحد بقى n على البيز ناقص واحد.
يبقى الـ m n بتاعتي in terms of n بقيت 2 to the power n minus 1. يبقى الـ explicit formula أو الجاس بتاعها of towers of Hanoi طلعت 2 to the power number of moves minus 1. يبقى أنا كده تخلصت من الـ recurrence relation. يبقى أنا أقدر أحسب عدد الخطوات. يبقى أنا هعرف العالم هينتهي إمتى يا جماعة. خلاص قربنا 2 to the power 64 minus 1. حد يقدر يحسبها لنا؟ حد عنده كالكليتر يحسب لنا الرقم ده؟ 1.8 × 10⁻¹ تقريبا times 10 to the power 19. لو اعتبرنا ان كل خطوة يبقى ده number of moves. لو كل خطوة بينقلوها في ثانية. This is يعني ده اقل وقت ممكن يحتاجوا ان هم اكيد هينقلوها في اكتر من كده. بس فلنفرض ان كل خطوة من الرقم الكبير ده هتاخد وقت ثانية. طب يبقى لو عشان نحسب بقى الوقت اللي هيحتاجوه التوتل هناخد ده نقسمه على 60 ثانية عشان نقول دقيقة، والدقيقة على 60 دقيقة عشان نقول ساعة، ونقسمه على 24 عشان نقول كام يوم، ونقسمه كمان على 365 يوم عشان نشوف كام سنة من الوقت اللي هم حسبوا فيه 365. حد يقدر يقول لنا ده بكام؟ 5.8 × 10⁻¹ كام؟ 5.8 × 10⁻¹ 5.8 × 10⁻¹. الحمد لله يا شباب. يبقى كده العالم هينتهي على حسب كلامهم بعد وقت كتير قوي. يبقى كلام اللي هم بيقولوه دوت مش هيقلقنا في أي حاجة. يبقى نرجع نعمل اللي احنا عايزينه، و الثيوري بتاعتهم مش هتقلقنا، خلينا في الثيوري بتاعتنا احنا افضل. طيب يبقى كده احنا قدرنا نحسب الـ m of 64 by the explicit formula by the explicit formula by one step، وهو ده قوة الـ explicit formula، وده كان السبب اللي اتعلمنا علشانه الـ method of iterations. by the way Fibonacci numbers متعرفة بـ recurrence relation، وللأسف مش بنعرف نجيب له الـ explicit formula by method of iteration لطريقة تانية outside our scope. يبقى ما تحاولش تجيب للفيبوناتشي numbers an explicit formula لأن الطريقة دي مش هتنفع. يبقى الطريقة دي بتنفع في حالات ومش بتنفع في حالات تانية. ال two rectangles اللي حطهم لك على جنب دول اللي احنا أخدناهم المرة اللي فاتت، عايزاك تبقى عارفهم علشان ممكن نحتاجهم واحنا جايين نعمل simplify لأي terms عشان نجيب الـ explicit formula. This is important ليك انت وانت جاي حل different examples على الـ method of iteration. ازاي بجيب الـ sum of a geometric sequence، وازاي بجيب الـ sum of the other sequence اللي سميناه arithmetic sequence. احنا اتفقنا ان ده سميناه guess. فguess يعني ايه؟ يعني انا مش متأكد منه، انا فرضت ان هو بيتطبق على كل الترمز بتاع السيكونس. طب عايزين نتأكد انه بيتطبق، بمعنى هيبقى لازم في خطوة تانية معانا. يبقى انا وانا جاي اجيبها في التاورز اوف هانوي انا فرضت ان ده جس، بس في خطوة لازم لسه اعملها. يبقى الميثود اوف اتريشن محتاجة خطوة كمان اسمها ايه؟ check the correctness of the explicit formula. لازم اتأكد من الجس ده is it true or not. الحقيقة هي مش حاجة جديدة، احنا اخدناها قبل كده. تعال كده نفهم ايه الجيفن وايه اللي انا محتاج اعمله وليه انا عارفه من قبل كده. انا معايا جيفن سيكونس a node 1 a 2 وهكذا that satisfies a certain recurrence relation and initial conditions. ادي التاورز اوف هانوي اهي ak equal to 2 ak minus 1 plus 1 و a1 is equal to 1. ده السيكونس اللي قدامي، يبقى ده الديفينيشن بتاع السيكونس. وعندي explicit formula عرفتها له عن طريق الميثود اوف iteration. ايه الاكسبليسيت فورمولا اللي احنا لسه معرفينها؟ ان ak equal to 2 to the power k minus 1
دي الاكسبليسيت فورمولا والباشمهندس قال لنا من شويه. طب احنا لما نيجي نعرف الاكسبليسيت ده مش لازم نعرف له البدايه بتاعته؟ مظبوط. البدايه فين؟ من اول ده، ده البدايه بتاعتي، يبقى من اول k equal 1. يعني ده مش هتحسبه، ده اوريدي موجود معاك، اللي هو اول ترم في السيكونس، الكي اللي موجوده في اول ترم. تمام. طيب احنا اتفقنا ان ده جس، this is a guess. يبقى ده انا عشان اتاكد ان ده فعلا valid للسيكونس، كان انا عندي property للسيكونس ده بتقول لي ان البروبرتي دي بتاعت السيكونس اللي الاندكس بتاعته كي، بتقول لي ان كل ترم فيها هو 2 to the power k minus 1، يبقى this is a property. وانا عايز اتاكد او عايز اثبت ان البروبرتي دي is true for the sequence. يبقى انا هقول الكلام اللي انا قلته ده تاني. انا عندي sequence متعرف بريكورنس ريليشن، هو ده الجيفن بتاعي، وعايز اثبت ان البروبرتي اللي هي الاكسبليسيت فورمولا هنا في حالتنا is true for the sequence. عايز اثبت خاصيه معينه للسيكونس ده. فاكرين الدومينو؟ فاكرين لما كنت عايز اثبت الخاصيه ان كل الدومينو هيقع؟ اثبتها ازاي؟ اثبتها بحاجه اسمها mathematical induction. يبقى احنا الحقيقه هنا كاننا عايزين نثبت by mathematical induction ان الجاز بتاعنا ده مظبوط، بدل ما نقعد نعوض في كل السيكونس، لا احنا هنثبتها by proof. يبقى ده هنا تاني خطوه بعد الاكسبليسيت فورمولا اللي احنا جبناها او الجاز بتاعنا، لازم نثبت ان الجاز ده صح. تعالى نعمل كده. طب نفتكر بقى الماثيماتيكال اندكشن كان عباره عن خطوتين. اول خطوه هي البيزز ستيب، يعني بعوض جوه اول ترم، بتاكد ان اول ترم بيحقق البروبرتي، يبقى اتاكد ان اول ترم بيحقق الاكسبليسيت فورمولا. طيب وتاني خطوه بتاكد من كونديشن معين اهو، if p of k is true then p of k plus 1 is true. يبقى بعتبر ان في حاجه اسمها p of k given معايا، بفترض ان البروبرتي متحققه عند الترم اسمه k، وعايز اثبت انها متحققه عند الترم k plus 1. ده اللي انا عايز لسه اثبته، فمش هحط لك جنبه علامه صح، هحط لك علامه استفهام. يبقى ده لسه انا هثبته، ودي اللي سميناها الاندكتيف ستيب. تعالى نطبق الكلام دوت على التاورز اوف هانوي. ده كان شكل السيكونس، و جبنا لها الجاس بتاع الاكسبليسيت فورمولا اللي عوضنا فيه ان m of n is equal to 2 to the power n minus 1 for all n greater than or equal to 1. طيب تعالى نثبت بقى ان الكلام ده صح، فهنقول له هو قال لي هنا بروف، تعالى نعمل البروف. البروف كان عباره عن خطوتين، البيزز ستيب اهي. البيزز ستيب بتقول لي ان انت هتعوض في اول ترم، فين البدايه؟ بص كده على البروبرتي اللي انت عايز تثبتها. دايما اكتب البروبرتي على جنب زي ما اتفقنا في الماثيماتيكال اندكشن. ايه هي البروبرتي؟ إن كل ترم في السيكونس بيساوي 2 to the power n minus 1 for n greater than or equal to 1. يبقى أول ترم في السيكونس بتاعي هو مين؟ هو ده. يبقى أنا عايز دلوقتي أجيب p of 1. عايز أثبت إن p of 1 is true. طب p of 1 is true هثبتها إزاي؟ عايز أجيب m1 in the left hand side. اللي هي في البروبرتي دي اهي. رجعنا بقى للماثيماتيكال اندكشن، بصوا شباب معايا؟ معاك يا دكتور، سؤال اختفى كده فجأة، الصوت قطع؟ فهمت. هو في حاجة حصلت لأن القلم مش بيكتب، مش عارفة. لحظة واحدة.
حاجة حصلت، أنا مش عارفة إيه هي. لحظة واحدة يا شباب. نصحت الدكتور ماشي. اتفضل. هو بس يا دكتور ممكن في نص المحاضرة يبقى في بريك 5 دقايق أو كده عشان الواحد بس تركيزه بيفصل شوية في النص. حاضر حاضر، بكرة أول مرة الجاية هعمل لكم بريك، دونت وري. أنتوا أنا عارفة إن الموضوع بيبقى محتاج تركيز شوية، بس أعتقد إن في حاجات في النص بتبقى خفيفة كده، يعني بنحاول في النص نعمل حاجات خفيفة. هحاول إن شاء الله أعمل بريك عشان تركزوا معايا. أنا دلوقتي عندي مشكلة إن القلم مش راضي يكتب، مش عارفة ليه. أهي الساعة كام؟ طب خدوا بريك دقيقة عبال ما أحاول أعمل حاجة هعمل ليف للمحاضرة. مش عايزة الريكوردينج يتقطع في النص بس.